قتل فتى مساء يوم أمس في بلدة الأبزمة وأصيبت والدته بجروح خطيرة جراء قصف مدفعي من قبل قوات النظام استهدف البلدة. بالطبع مساء يوم أمس بدأ سقوط القذائف، هرع الفتى ووالدته للخروج من المنزل إلى أحد الطرق لتسقط بقية القذائف، وهو ما أدى إلى إصابة الفتى ووالدته بشظايا. تم نقل والدته إلى إحدى المشافي في حين فارق الفتى الحياة. أيضا بلدة كفر كرمين القريبة من بلدة الأبزم وأيضا الواقعة في ريف حلب الغربي كذلك تعرضت مساء يوم أمس إلى قصف مدفعي، وتحديدا مخيم البراء، وهو ما دفع الأهالي للنزوح عن المخيم بسبب حالة الهلع والخوف التي انتشرت في صفوف النازحين القاطنين في ذلك المخيم. بالطبع بلدات ريف حلب الغربي وتحديدا الأتارب وكفر عمة إضافة إلى بلدات كفر نوران والأبزمة تتعرض بين الحين والآخر لقصف مدفعي من قبل قوات النظام، وهي مناطق قريبة وحدودية من مناطق سيطرة النظام.